حاجتين سريعا، البورصة والعقار. العقار هيفضل هو النمبر 1 في الاستثمار من وجهة نظري، لأن العقار هو مخزن للقيمة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت النهاردة عشان تسايليه حتى لو بيبقى عندك ظروف اقتصادية معينة، اخر حاجة بتلجأي ليها هو العقار، انك تبيعيه لو عندك ظروف اقتصادية معينة. فبالتالي بيفضل هو المخزن للقيمة بالنسبة لك. هو والذهب بيتسارعوا على الرقم واحد واتنين دائما، لكن العقار مفضل دائما، وفي اي نقطة بتخش فيها في العقار، بس بشرط انك اللي بيخش العقار لازم تبقى لونج انفستمنتس، وانا بقول الدورة بتاعته لا تقل عن 10 سنين عشان تاخدي دورة الاقتصاد كاملة، بالريسيشن بالانفليشنز بكل اللي بيحصل فيها. وبالتالي الا لو كنت بتشتري وحدات صغيرة من الحاجات اللي هي بتطرح جديد حديثا دي، يعني اهم حاجه في العقار يكون لوكيشن كويس، ويكون المكان ليه بوتنشال كويس تعملي فيه فلوس. لكن لو قسنا الاستثمارات العقارات على اي 10 سنين، من 2023 ل 2013، من 2010 ل 2020، لاي حاجه هتلاقي ارباح كبيره جدا. طيب البورصه ريكومندد جدا الفتره ديت، وخاصه ان احنا دلوقتي في موسم طروحات. بس بننصح الناس ان انت لو ما عندكش خبره، مستنيين الطروحات دي، احنا منتظرين ان شاء الله، يعني حسب اللي اعلن مؤخرا، احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وان احنا لازم والحمد لله استعانوا ببعض الخبرات الاجنبيه في الطرح، وده شيء من احنا طلبنا بيه. البورصه مهمه جدا الناس تخش فيها ويبقى عندك جزء من هذه الاموال، بس لو انت ما تعرفيش تروح لصناديق استثمار، لان معظم الناس للاسف الشديد، واحنا بنقول على السياسه النهارده، سمع ان ما اعرفش مين كسب 20% في البورصه، 30% في البورصه، فبيخش في نقط عاليه جدا، يقعد يعاني 5 6 سنين عمال ما يجيب فلوسه.